على الصعيد نفسه، قال الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين في تصريح خاص به قناة صلاح الدين الفضائية، أنه تم الاتفاق على توزيع الأراضي للأطباء الاختصاص في مكان مميز خلال شهر بعد استكمال الإجراءات. أما بالنسبة للأطباء ضمن الاستحقاق الوظيفي سيكون بعد تحديد المكان وإلغاء قرار 252، مبينا مناقشة موضوع أجور الفحص الطبي مع نقابة الأطباء، وستكون هناك إجراءات تتلائم والمستوى المعاشي للمواطنين. حقيقة احنا بصدد توزيع قطع أراضي للأطباء الاختصاص في مكان مميز حسب القانون وحسب استحقاقاتهم الوظيفية، وناقشنا هذا الموضوع حتى يحددون مكان البلدية، وتم الاتفاق على المكان، وراح أعطيناهم مهلة شهر لإكمال إجراءات تسجيل الأراضي بالنسبة لأطباء الاختصاص، وبالنسبة للأطباء اللي استحقاق الوظيفي أيضا راح نحدد المكان بعد أنه نتجاوز عقدة القرار 252 اللي ألزم البلديات بأنه تخص قطع الأراضي مع الخدمات، وهذا مكلف جدا أكثر من سعر الأرض في التجاري وليس كاستحقاق دولة. وأيضا ناقشنا موضوع موضوع الأجور، نعم، وتم توضيح ذلك من قبل نقيب الأطباء والاختصاص، وإن شاء الله صلاح الدين في مستوى من التعريفة للطبيب تلائم مستوى المعيشي في صلاح الدين، يعني ان شاء الله ما عندنا مشكلة، بس احنا نريد نتابع تصير متابعة الحالات اللي تكون بعض التجاوزات اللي تكون خارج المنطق والعقل.